يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم حلقة مهمة جدا، عندنا فيها تفاصيل وكواليس كتير قوي هنحكيها لحضراتكم، خصوصا بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالميدالية البرونزية، وإنجاز جديد يضاف لكيان النادي الأهلي من خلال المشاركة في كأس العالم للأندية. فحكايات كتير جدا هنحكيها مع حضراتكم بالتحديد في الجزء الأولاني من حلقة اليوم. خليني أقول لحضراتكم كمان إن احنا منتظرين تفاعلكم معنا من خلال سؤال الحلقة، وهو بيتعلق بالرسالة اللي حابب توجهها للاعبي النادي الأهلي الميدالية البرونزية، وهناخد كل تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الرسميه لقناه تويتر وانستجرام، وهنشوف رايكم ايه ورسائلكم ايه في الجزء الاخير تحديدا. لكن البدايه دايما بتكون باهم العناوين. نشوف في ترند الاهلي، الفريق الاول يبدا استعداداته للمريخ غدا. كمان في ترند الاهلي، مباراه الاهلي والمريخ على استاد القاهره رسميا. واخيرا في الترند العالمي، رونالدو يحطم الارقام القياسيه خارج المستطيل الاخضر، ما بيهزرش الراجل. طيب النهارده في ماتشات كتير قوي، ودايما يوم السبت بيبقى فيه مباريات في مختلف الدوريات العالميه ومختلف البطولات سواء الاوروبيه او الافريقيه. خلينا نبتدي بكاس مصر. كاس مصر النهارده في ماتشين تحديدا في دور ال 32 من البطوله دي اللي بيحمل لقبها النادي الاهلي، وعندنا كلام كتير قوي على الاهلي بصراحه النهارده. المقاولين بيلعب، او مباراه اتلعبت خلاص وانتهت، كانت ابتدت الساعه 2:30. خسر المقاولين في مفاجاه كبيره امام بتروجيت بنتيجه 3-1 عشان يخرج المقاولين، وموسم صعب قوي على الكابتن عماد النحاس وعلى فريق المقاولين العرب، لكن نتمنى لهم التوفيق والاستفاقه السريعه. الجونه كسب نتيجه مميزه قوي طبعا، نتيجه 6-1 على كيما اسوان، وبيتاهل لدور 16 من بطوله كاس مصر. ده فيما يتعلق بالبطوله دي. خلينا نروح لدوري ابطال افريقيا، وبطوله مهمه جدا ايضا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في مباريات النهارده كتير، لسه الاهلي عنده مباراه كمان كام يوم مع المريخ السوداني. نبتدي بالترجي اللي لعب خلاص الساعه 3 العصر وكسب تونيجيس طبعا 2-1. مازيمبي تعادل 0-0 مع شباب بلوزداد. دي النتائج المباريات اللي اتلعبت، لكن لسه في مباراتين الساعه 6 سان داونز مع الهلال، وحوريه كوناكري مع بيترو اتلتيكو الانجولي. بخصوص الدوري الانجليزي النهارده، ليفربول للاسف نتائجه يعني استمرارا في الهزايم رغم تالق محمد صلاح تقريبا بيلعب لوحده، خسروا 3-1. صلاح تقدم بهدف وفي 7-8 دقائق كده ليستر سيتي راحوا ايه جايبين 3 اهداف، يعني ماديسون وفاردي واعتقد بارنز اللي جاب الجون الثالث. دي مباراة كانت انتهت خلاص. كريستال بالاس مع بيرنلي، دي مباراة بتتلعب في هذه اللحظات، التعادل سلبي. مانشستر سيتي مع توتنهام قمة الجولة دي الساعة 7:30. برايتون مع استون فيلا الساعة 10 بالليل. الدوري الاسباني، غرناطة مع اتلتيكو مدريد، المباراة انتهت كانت ابتدت الساعة 3، اتلتيكو مدريد فاز 2-1، واعتقد اتلتيكو بيقرب جدا من بطولة الدوري الاسباني في ظل ابتعاد برشلونة و ربع هويسكا. 7:30 ايبار مع بلد الوليد، الساعة 10 برشلونة مع ديبورتيفو الافيز. الدوري الايطالي، مباراه بتتلعب في هذه اللحظات لسه ما خلصتش، بين تعادل سلبي، نابولي الساعه 7 مع يوفنتوس، وسبيزيا مع ميلان الساعه 10 الا ربع. دي اهم المباريات في مختلف الدوريات والبطولات حول العالم، لكن الجديد والتفاصيل كلها هتكون معانا. بس نروح لفاصل الاول وبعدين نرجع نكمل، استنونا. الواحد دايما كده بيحاول يسال نفسه ايه اسباب تفوق النادي الاهلي؟ ليه الاهلي متفوق؟ رغم ان دايما يعني بنشوف مختلف الفرق، وخلينا نتكلم على الدوري المصري تحديدا، ناس بتصرف كتير قوي وبتدعم باسماء لعيبه تقيله جدا بصراحه، بس النتيجه ايه؟ صفر. النتيجه ايه؟ مفيش اي بطوله، مفيش اي انجاز رغم كل المصاريف دي ورغم كل اللعيبه دي. فانت هنا لما تيجي تفكر وتشوف، طب ايه الاسباب يا جماعه؟ يعني اشمعنى الاهلي؟ الناس بتصرف في الاهلي، بس لما بتصرف بتلاقي نتيجه. الناس بتتعاقد مع لاعبين من انديه من بره من الاهلي، لما بيجوا بيكتبوا تاريخ، والنادي نفسه بيلاقي نتيجه، وبيزود رصيده من البطولات، وبيزود رصيده من الانجازات. السر في كده ايه؟ السر في كده
ان انت بتشتغل في منظومه، او انت كلاعب او كمسؤول او كمدرب او اي حد جوه منظومه النادي الاهلي، هي منظومه بتدير نفسها، عارفه بتمشي ازاي. عضو مجلس الاداره عارف حدوده ايه، رئيس النادي عارف بيعمل ايه، جهاز فني عارف اللي مطلوب منه، اللعيبه عارفه الواجبات اللي عليها، الجمهور اللي قبل كل دول جمهور قوي وجمهور بيقدر يدعم ويساند فعلا سواء في الحلوة او في المر. فباذن الله هيفضل النادي الاهلي كده طالما انت ماشي بسيستم معين وبنظام معين، ما بتكسروش، ما بتخرجش عنه، ما بتروحش حته تانية بعيده، ما بتنجرش لامور ممكن تعطلك. هتفضل باذن الله تحقق الانجازات، هتفضل باذن الله تجيب بطولات، وهيفضل جمهور النادي الاهلي سعيد رغم كل اللي بيحصل مع النادي الاهلي، سواء اللي حصل او اللي بيحصل او اللي ممكن يحصل بعد كده. فهي دي ميزه النادي الاهلي، هو ده الانجازات المتتاليه للنادي الاهلي. احنا دلوقتي بصراحه، ومش دلوقتي بس، احنا بقالنا فتره بنعيش لحظات سعيده مع الفرقه. الناس دي بتفرحنا، الناس دي رغم اللي فيه انتقادات بتوجه لبعضهم وبعنف، وده بيبقى حق جمهور النادي الاهلي العشم دايما، بس رغم كل ده هم عندهم الشخصيه ان هم يسعدوا الناس اللي بتنتقدهم، ان هم يعدلوا وجهه النظر اللي ممكن تكون متاخده فيهم. فبالتالي الناس دي سطرت اسمهم من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. احنا قبل كده كنا بنتكلم نقول ايه، لو الاهلي او لو اللعيبه تحديدا الموجوده دلوقتي في النادي الاهلي ما جابتش بطوله دوري ابطال افريقيا، يبقى زيهم زي اي جيل ما جابش البطوله دي، مش هيفرقوا عن حد كتير. وكنا دايما بنقول وبنوجه رسائلنا للاعيبه النادي الاهلي، هات بطوله دوري ابطال افريقيا وانت تبقى هنا عند جمهور الاهلي، انت هتبقى هنا قاعد ومربع، وهيبقى اسمك ده في التاريخ، خلاص انت كده من الاجيال الذهبيه للنادي الاهلي. عملوا كده ولا لا؟ عملوا كده. جابوا دوري ابطال افريقيا ولا لا؟ جابوا دوري ابطال افريقيا. جابوا برونزيه كاس العالم للانديه ولا لا؟ جابوها. رغم والله بجد انا بتكلم بجد، وانا واحد كنت موجود مع البعثه، الطموح كان اكبر من كده. وخلي بالك بقى، ده الطموح هنا غير طموح في اي حته تانية، يعني طموح عن طموح يفرق وبكتير جدا. فالناس كان هدفها ان هم عايزين يوصلوا النهائي، فبالتالي ما وصلوش النهائي بس حققوا نتيجه جيده وجابوا انجاز بيكرروه لتاني مره في تاريخ النادي الاهلي، رغم ان دي اول مشاركه ليهم، الميداليه البرونزيه. انجاز كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي هم خلاص كده بقى ليهم رصيد عند الجمهور، اللعيبه دي، الجيل ده، الجهاز الفني ده، مجلس الاداره ده، ليهم رصيد عند الجمهور بصراحه. ممكن بقى بعد كده يجي اخفاق، بس هتزعل، بس هتفتكر ان الناس دي فرحونا كتير، الناس دي اسعدونا كتير. وانا يعني في الحقيقه عايز اقول ايه، ان ممكن لو كانت القرعه مختلفه شويه كان زماننا دلوقتي اقل تقدير، عاملين انجاز لم يحدث من قبل بالنسبه للاهلي، لان مفيش نادي في مصر شارك غير النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، كان زماننا على الاقل جايبين الميداليه الفضيه. لكن القرعه كده، واجهت فريق بايرن ميونخ، بايرن في الحقيقه مقاومات فنيه وبدنيه مش طبيعيه، مش طبيعيه. الناس تشوفهم جايه، الناس دي ما بتهزرش، مفيش هزار، الناس دي بتشتغل صح. الناس دي كان صعب انك تكسبهم، كان المنطقي ان هم اللي يكسبوا، هو ده المنطقي. كانت هتبقى مفاجأة إن أنت تتخطى بايرن ميونخ؟ طبعا هتبقى مفاجأة. لكن إحنا مش شايفين إن المستوى بعيد قوي، مش شايفين إن الجاب كبير جدا، لا لا لا، الأهلي هيقدر بإذن الله يحقق أحلامه وطموحات جماهيره. وأنا هقول لكم الناس في النادي تفكر في إيه خلال الفترة اللي جاية في الحقيقة، بس بعد شوية. المهم دلوقتي إن الأهلي عنده أهداف وعنده نقاط هيفضل يشتغل عليها ويحققها ويوصل لها واحده واحده، وبالشغل وبالجهد وبالعرق والتعب. وهي ثقافه الناس في النادي الاهلي كده، سواء مجلس اداره او لاعبين او اجهزه فنيه او اي حاجه يعني. فاحنا عندنا ابطال لازم نشيد بيهم كل الاشاده، بنحييهم كل التحيه ومستنيين منهم الكتير. طموح النادي الاهلي ان خلصت بطوله بتفكر في اللي جاي، اللي جاي بقى انت عندك دوري ابطال افريقيا بتدافع عنه. يعني بص الاهلي ما شاء الله كل البطولات اللي لعبها السنه دي هيدافع عنها. اي بطوله هيخش فيها او هيشارك فيها هو بيلعبها عشان يدافع على اللقب بتاعها،
احنا واخدين الثلاثيه دوري كاس مصر دوري ابطال افريقيا، الثلاثه احنا شغالين فيهم عشان ندافع عنهم. رجاله النادي الاهلي هيدافعوا باذن الله على البطولات دي ويكرروا الثلاثيه تاني. ليه لا؟ لان احنا عندنا مقاومات وعندنا اللاعبين المميزين جدا. وانا بالتحديد عايز اتكلم معاكم قبل ما اروح لمحمد الشناوي، لان محمد الشناوي ده الناس بتفكر في ايه جوه النادي الاهلي، هنا في ايه، بيفكروا في ايه المستقبل النادي، بيفكروا في ايه المستقبل الفرقه. انا هقول لحضراتكم، الاهلي تقريبا قفل كل حاجه في افريقيا، كل حاجه خلاص، انت خدت دوري ابطال افريقيا وخدت كونفدراليه قبل كده، مفيش بطوله الاهلي شارك فيها في تاريخه ما خدهاش. اي بطوله الاهلي كان موجود فيها كمنافس فازها، خلاص موجوده في الدولاب عندنا في النادي، موجوده في الدولاب، ناقص ايه بس؟ كاس العالم. هل موضوع كاس العالم ده بعيد؟ لا مش بعيد. هل انا كده بزود طموح جمهور الاهلي قوي؟ لا مش بزوده، هو ده موجود اصلا في اذهان الجمهور الاهلي، هم عايزين البطوله دي، عايزين البطوله دي. هل اللي احنا بنتكلم فيه ده صعب؟ هو صعب، المنافسه فيها صعبه جدا، بنلعب مستويات مش طبيعيه، مستويات عاليه جدا، لكن مستحيل، مش مستحيل عند النادي الاهلي وجمهوره مفيش مستحيل. هتحاول، هيحاولوا مسؤولين، انا بحاول دايما اقول ايه، كل عناصر المنظومه مسؤولين، جهاز فني، لاعبين، هيشتغلوا على الموضوع ده. هل لو هم ما نجحوش ان هم يجيبوا كاس العالم للانديه في يوم من الايام او يجيبوا ميداليه فضيه في يوم من الايام يبقى هم فشله؟ لا اطلاقا. هل هيبقى كده قصه يعني دول الناس ما عرفوش يحاول؟ لا طبعا، لان احنا بنتكلم في مستوى منافسه عالي جدا، بس عشان توصل للمستوى ده هيبقى في شغل كتير جدا. الناس هنا بتفكر في النادي ان هم يوصلوا للهدف ده. في يوم من الايام باذن الله واحد احد الاهلي هيوصل نهائي كاس العالم. مش عايز اقول ناخد البطوله وممكن، بس هتشتغل على كده كتير، هتاخد مجهود وتعب كتير، والناس حريصه ان هي تعمل المجهود ده، وحريصه ان هي تحقق انجاز غير مسبوق اطلاقا. عشان تبقى انت بقى ايه كل بقى يعني يخلقوا لنا بطوله ثانيه نحاول ننافس فيها عشان الاهلي يكسبها. فدي جزئيه مهمه جدا. انا برضو في جزئيه مهمه قوي قوي عايز اتكلم فيها، سيبكم يا جماعه من الناس الحقوده اللي يطلع. انا تابعت وانا هناك بعض، قال لما الاهلي خسر من بايرن ودي نتيجه منطقيه، خسرانين 2-0 في الوقت اللي برشلونه بتخسر فيه بالثمانيه، وفرق كتير في اوروبا بتخسر بالسته والسبعه من نفس الفريق اللي هو افضل جيل لبايرن دلوقتي. فانا تابعت، لو كان مش عارف مين بيلعب مكان الاهلي كان عمل ايه؟ يا عم طب اوصل الاول، اوصل الاول، مع كامل احترامي لاي كيان والله العظيم بنحبهم ونحترم اي كيان بجمهور، لكن النقطه في ايه؟ النقطه ان انت حتى لما الاهلي بيخسر من بايرن بتحاول تخلق مشاكل وازمات في الاهلي وفرقته، اصل محمد شريف ما بيلعبش، اصل مش عارف مين ما يلعبش، ايا كان مين كان التشكيل، الناس دي مقاوماتهم عاليه جدا. فسيبكم يا جماعه، جمهور الاهلي عنده قدر كافي من الوعي، سيبكم من الحقد. الناس اللي بتحقد علينا دي ناس بتحقد عشان الاهلي ناجح، وطول ما انت ناجح هتلاقي ناس كتير جدا بتحقد عليك، وهتلاقي ناس كتير جدا بتحاول توقعك، وكل ما الناس تحاول توقعك انت هتعلى باذن الله تعالى. ودي قاعده مهمه. خلينا الشناوي، محمد الشناوي بطل كبير جدا، لعيب وحارس مرمى. هو بص انسب عنوان ايه بقى للقصه دي؟ حارس الاهلي كما يجب ان يكون، هو ده حارس الاهلي. لما تبقى النادي الاهلي باسمك وتاريخك لازم يكون عندك حارس زي ده، حارس زي محمد الشناوي، هو ده اللي يرجح كفتك. كنا بنعاني في المركز ده بصراحه، لكن بقى لنا سنتين ونص اهو الحمد لله الدنيا مستقره، وربنا يكرمه يا رب ويثبته على المستوى ده محمد الشناوي، وهيثبت على المستوى ده لان هو بيشتغل صح جدا على نفسه وعقليته هنا ممتازه في الحقيقه. فبالتالي خليني اعرض لحضراتكم تويته خاصه بفريق بايرن ميونخ، الحساب الرسمي ليهم على تويتر، هم واخدين تصريح لمحمد الشناوي في لقاء معانا امبارح في الطياره واحنا راجعين، وبيقولوا ان الشناوي قال اخبرت نوير انه مثلي الاعلى وانني سعيد باللعب امامه، التقيت به مره اخرى بعد مباراه الاهلي وبالميرس اثناء توجهه للاحماء وقدم لي التهنئه على المباراة وتمنى لي التوفيق. الحقيقة انه حارس عالمي، وانا كنت حريص جدا ان انا اسال السؤال ده لمحمد الشناوي امبارح، لان طبعا انا شفت العلاقة المميزة جدا ما بينهم، كل واحد على الستوري الخاصة بيه على انستجرام نزل صورة مع التاني، وحاجة كانت لافتة مميزة جدا ان انت يبقى عندك افضل حارس في القارة الافريقية مع افضل حارس في العالم مانويل. تعالوا نروح نشوف اللقاء ده ونرجع مرة تانية، يلا.
بمناسبة مباراة البايرن، شفنا علاقة ما بينك وما بين نوير، أحد أفضل الحراس في العالم، وحتى على السوشيال ميديا الستوريز بتاعت الانستجرام انتوا الاثنين. كلمني على الحديث اللي كان ما بينكم سواء في مباراة البايرن أو حتى امبارح لما بارك لك بعد الفوز بالبرونزية. لا خالص، انا بالنسبه لي ده، انا ده بالنسبه لي ده يعني يا ده بالنسبه لي مثل الاعلى، يعني انا ده الوحيد اللي انا بتفرج عليه. انا طبعا بتفرج على الحراس كلهم كبار طبعا، بس ده اكتر واحد بحبه يعني، بتفرج عليها دايما من وجهه نظر انا طبعا يعني، وانا بحبه جدا طبعا. انا لما شفته كان انا كنت سعيد جدا، وقلت له انا سعيد ان انا شفتك النهارده وانا اكون موجود معاك النهارده، ورد بس نفس النظام وقال لي بالتوفيق في المستقبل وكلام كده، وبارك لي امبارح قال لي مبروك وان شاء الله برضه في المستقبل. بس ده اللي حصل بينه وبينه يعني، ما فيش كلام كتير خالص. اللي احنا كان داخلين على ماتش ما فيش كلام، هو بس الكلام بسيط. وبعد الماتش امبارح برضه نفس النظام، ما فيش كلام عشان كان نازل يسخن، هو بس قال لي مبروك وان شاء الله في المستقبل يبقى افضل. بس ده الكلام، انا بالنسبه لي ده حاجه تسعدني يعني، والحمد لله الواحد لما بيتمنى حاجه بتحصل يعني، ده بتوفيق من عند ربنا طبعا. والحمد لله اللي احنا طلعنا اجابات كتير جدا من البطوله دي. بطل والله، بطل ما شاء الله عليه. وبالمناسبه مش معنى ان احنا بنخص محمد الشناوي بالاشاره، لا، ان الباقي يعني لا، بصراحه كلهم ابطال وكلهم لعيبه مميزه جدا ولعيبه كبيره جدا ولعيبه طليق ب تيشيرت النادي الاهلي، مستنيين منهم كمان اكتر من كده. هو الاهلي يعني جمهور الاهلي طماع يعني شويه، فبالتالي ده امر سريعا. قبل ما تتصرف الاعلامي بعد مباراه بايرن كان شيء مستغرب حتى من الاعلام المحايد في الحقيقه، لان هم بيتكلموا على ان الاهلي كان بيلاعب غزل المحله مثلا، ما احترامنا ليهم او اي فريق محلي يعني، مع كامل الاحترام لكل الانديه، لكن انت بتلعب بطل اوروبا وبطل العالم يعني، فكان طبيعي ان انت ممكن تخسر، كانت نتيجه وارده. لكن وكانوا بيهاجموا موسيماني وكانت مشكله كبيره مش عارف ليه. لكن بعد ما الاهلي كسب البرونزيه الكفه يعني اتعدلت تماما، اتعدلت ايه ده 180 درجه الكلام اتغير. فلازم يا جماعه بس نبقى موضوعيين ومنطقيين. مش انا اللي هقول للناس، لان في ناس كتيره جدا خبرات عندي بكتير، انا لسه بتعلم ولسه ببتدي مشوار يعني، لكن في حاجات بديهيه كده الف ب يعني بتبقى. ففي العموم خلينا نفرح وننبسط بالاهلي، لكن لسه عندنا كلام كمان اكتر ومهم قوي، وبالتحديد اخر التطورات بخصوص الاصابات هتكون معانا بعد الفصل. استنونا. ملف الاصابات في الحقيقه ده كان ملف من ضمن الملفات اللي بتؤرق المسؤولين في النادي الاهلي على مدار كام سنه فاتوا، لكن بصراحه في تطور كبير جدا، تطور ملحوظ في الجهاز الطبي وتعامله مع الاصابات وفي سرعه عوده اللاعبين للمشاركه، وده امر مهم جدا. بالتالي انا عايز اتكلم على بعض الاسماء المهمه، وانا عايز ابتدي بعلي معلول، لان اللغط كتير جدا على علي معلول، وانا عايز بقى احكي لكم بالظبط ايه التفاصيل والكواليس اللي بتتعمل. علي معلول اتصاب في انهي مباراه؟ مباراه البايرن. مجهود كبير جدا بدني كان بيتعمل من اول دقيقه لاخر دقيقه، فاللاعب جاله شد خفيف في الخلفيه وهو في الملعب، تمام؟ حلو. كان حريص أشد الحرص حتى وهو مصاب عايز يكمل. أنا اللي بحكي لحضراتكم ده مش بألف ولا حاجة، أنا كنت موجود مع الناس وعارف كل الكواليس اللي حصلت يعني. الراجل وهو في الملعب كان عايز يكمل بأي طريقة، وألح إنه يوصل رغم إن هو مصاب، لأن يا جماعة ببساطة هو لابس تيشيرت النادي الأهلي، أدي رقم واحد، رقم اتنين ده بيلعب بايرن ميونخ. اقوى فريق في العالم، فاي حد هيبقى عايز يظهر في الدقائق دي يلعب يبان بتتكتب في تاريخه، فهو حاول انه يكمل، لكن الجهاز الطبي فضل بالتنسيق مع المدير الفني ان لا، نسحب علي معلول حفاظا على اللاعب رغم ان هو ايه كان عايز يكمل. حلو. ايه اللي حصل بعد كده عشان يحاول يلحق مباراه بالميراس؟ اتعمل اشعه سونار على العضله الخلفيه، وفي جهاز سونار كده الاهلي جايبه ومعاه بيمشي بيه في كل حته، ما كان موجود معانا في مقر الاقامه. اتعامل علي معلول، اتضح ان هو عنده شد خفيف، تم التعامل مع الجزئيه دي، ما كانش فيه قلق يعني. الجهاز السونار ده لما اتعملت له اشعه بينت ان ما نقلقش قوي يا جماعه، الموضوع بسيط، ممكن يكون في فرص ان هو يلحق مباراه بالميراس البرازيلي. وخلي بالكم التعامل في الملف ده لما تبقى في بطوله مهمه وقويه زي ما بتلعب دوري مثلا او بتلعب بطوله مش ما فيهاش مباريات حاسمه مثلا، فعشان بطوله مهمه فتم المحاوله باقوى ما يعني، حاول الجهاز الطبي حاولوا بكل ما يملكوا من قوه يعني ان هم يجهزوا علي معلول ان هو يلعب،
وانا عايز اخص بالذكر الدكتور احمد ابو عبله طبعا، دكتور مميز جدا، الدكتور عبد المجيد والدكتور محمد وفائي اخصائي العلاج الطبيعي، عمل مجهود كبير قوي مع علي معلول عشان يتم عودته في مباراه بالميرس. وفعلا علي معلول كمان كان عايز يلعبه، كان حريص جدا ان هو يشارك، فتم التنسيق وتم المحاوله وتم بعض الاختبارات، كان بس في بعض الالام البسيطه كان ممكن يلعب عليها لكن كانت هتبقى مجازفه بالنسبه للاعب، فبالتالي تم استبعاد علي معلول. لكن هو اللاعب كان عايز يبقى موجود في قائمه المباراه تحسبا للحاجه ليه، وده كان فعلا هيحصل، وكان هينزل عشان ضربات في الوقت قدامه دي علي معلول، قدامه اسبوعين بالظبط لان هو عنده اصابه في الغشاء المبطن للعضله الخلفيه، بخلاف الشد الخفيف اصابه في الغشاء المبطن للعضله الخلفيه، ودي حاجه بسيطه ان شاء الله مش هتاخد وقت، اسبوعين بكتير يبقى موجود علي معلول. سريعا بقى كام اسم كده بسرعه، صلاح محسن عنده اجهاد في العضله الاماميه او شد في العضله الاماميه، عمل اشعه النهارده نتيجتها هتطلع خلال ساعات يبان بعد كده مده غيابه. طاهر محمد طاهر، طاهر خرج في مباراه بالميرس بسبب مش تغيير فني، خرج بسبب اجهاد في العضله الخلفيه. بكره هيتضح موقف طاهر بنسبه كبيره، هيقعد قد ايه، هيغيب قد ايه. صلاح محسن في البدايه بس هيغيب برضو حوالي اسبوعين كده مبدئيا، يعني من 10 15 يوم. طاهر بكره هيتضح موقفه هيغيب قد ايه، بس ان شاء الله بسيطه. من الاخبار المهمه والمميزه جدا، ناصر ماهر من بكره هيشارك في التدريبات او في بعض التدريبات الجماعيه، بعض الفقرات الجماعيه مع الفريق، وفي اول ثلاثه يشارك في التدريبات الجماعيه، يبقى متاح بالنسبه للجهاز الفني. ندفد قدامه اسبوع عشان يشارك بشكل كامل في التدريبات الجماعيه. محمد محمود ابتدى الجري من اسبوع، محمد محمود ابتدى الجري من اسبوع، واول ثلاثه يشارك في التدريبات الجماعيه باذن الله. محمود متولي عدى من فتره اصابه 6 شهور، ناقص له من شهرين لثلاثه بالكثير قوي يكون متاح بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني. دي اخر التطورات واخر الاخبار تتعلق باصابات النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، لسه عندنا فقرات مهمه جدا في الحلقه، استنونا. عندنا اخبار كتير جدا في ترند الاهلي النهارده، والكل في الحقيقه بيتعلق ب ابرز الامور والاحداث اللي حصلت على مدار البطوله وبعض الارقام المهمه كمان. فبالتالي خلينا نبتدي بالحساب الرسمي للنادي الاهلي، واللي بيرصد عدد مباريات بيتسو موسيماني مع الفريق وعدد الفوز والخساره والتعادل. فتعالوا نشوف كده ارقام موسيماني. الراجل لحد دلوقتي، لحد مباراه بالميراس، لعب 24 مباراه من ساعه ما جه من 5 شهور تقريبا، يعني فاز في كام من ال 24؟ فاز في 18 وتعادل في 5 وخسر ماتش واحد. ماتش واحد، الماتش الواحد ده قدام مين بقى؟ قدام بايرن ميونخ الالماني، بطل اوروبا وبطل العالم بالجيل العظيم اللي عندهم دلوقتي. يعني هزيمه منطقيه، لان بعد والله ما خسر، انا استغربت جدا، لقيت البعض طالع يقول لك اصل موسيماني مصيره على المحك، اصل موسيماني عنده مشاكل في تحفظ في لجنه التخطيط على كلام غير واقعي بالمره عشان خسر ماتش. انا اصلا بتكلم في ايه؟ ما الكلام ده حصل قبل كده زمان ايام فايلر، لما كان كسبان كل الماتشات، كل الماتشات بيكسب بيكسب بيكسب، وبعدين خسر ماتش 3-1 قدام الزمالك، قال لك ده مش نافع والاهلي عنده مشكله مش عارف فين، والاهلي واقع ازاي، واللعيبه ما فيش لعيبه، طلع كلام. بس هو ده طبيعي، لان ده النادي الاهلي، ده طبيعي ان انت تسمع كده، مفيش مشكله تسمع كده كتير، حتى لو بتخسر ماتش، حتى لو الماتش ده قدام بايرن ميونخ يعني. ففي كل الاحوال يعني الراجل عامل مجهود كويس، الراجل بيشتغل بشكل مميز، والراجل عنده احلام كتير جدا عايز يحققها مع النادي الاهلي. فاز بايه بقى مع الاهلي؟ ثلاثيه تاريخيه. انا يعني بعتبر ان الدوري ما يتحسبلوش، هو لعب ماتشين ثلاثه بس في الدوري بعد ما خدناه، بعد ما كان اتحسم فيتحسب طبعا لفايلر، وده امر مؤكد. لكن هو فاز بدوري ابطال افريقيا في مباراه القرن على فريق كبير جدا ومحترم زي نادي الزمالك، طبعا فريق عظيم يعني نادي الزمالك، فاز عليه في مباراه القاضيه ممكن، وماتش كان ممتاز جدا، وفاز ببرونزيه كاس العالم، وفاز بكاس مصر. فانجازات مهمه في فتره وجيزه، ولسه باذن الله اللي جايه احسن مع المدير الفني الحالي للنادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني. طيب تعالوا نشوف ايه بعد كده. الشناوي، تركيز يساوي الهدف. الراجل ده بصراحه يا جماعه فعلا بيركز. انا كمان عايز اتكلم على دوره مع اللعيبه في الفندق. هو بصراحه كان يعني ايه، احنا كنا في فقاعه، الفقاعه دي حاجه صعبه جدا، مفيش هزار يعني، لو انت محبوس محبوس. فكان في بعض الالعاب الترفيهيه اللي منها موضوع السهم، انا مش عارف اللعبه دي بالظبط اسمها ايه بصراحه، لو حد يعرف يا جماعه قولوا لي.
ففي الاوقات الفراغ كان بيبقى في بعض الالعاب الترفيهيه منها اللعبه دي، وجايبين سوري الشناوي وهو بينشد وبيركز، والتركيز جاب الميداليه البرونزيه. هو بصراحه كلامه ودوره مع اللعيبه كلام كتير جدا بيتقال، اجتماعات جلسات تبقى مهمه من خلاله، من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. بعد كل مباراه سواء كسبت الدحيل كان في جلسه مهمه جدا، بعد ما خسرت من البايرن كان كلام مهم قوي برونزيه، بعد كمان البرونزيه كان في جلسه بوجود الكابتن محمود الخطيب، عندنا لقطات ليها وبوجود طبعا الشناوي وكابتن سيد كل الناس. ودور فريق هو ده دور كابتن الفريق، دور كابتن الفريق اللي هو بيلم اللعيبه، بيوجه نصايح للعيبه، بيحدد الاهداف للعيبه، هو ده الدور، مش الدور التاني اللي انتوا عارفينه صح؟ ماشي. ده بخصوص الشناوي. تعالوا نروح لحساب الاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر عن الثلاث فرق اللي حققوا ميداليات مونديال الأندية. كتبوا ان بايرن يحقق السداسية في 9 أشهر، طبيعي فرقة بالمقاومات دي يعني. تيجريس اصبح اول فريق من الكونكاكاف يصل للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، انجاز كبير جدا بالنسبة لهم، فرقة محترمة بصراحة. الأهلي حقق افضل مركز على المستوى العالمي من 2006. 2006 كان الجيل طبعا، ده جيل عظيم بقى، جيل 2006 ده يعني ده افضل جيل تقريبا اعتقد يعني في تاريخ النادي الاهلي. في 2005 ما شاركوا فشلوا، رجعوا يعني في المركز السادس، خدوا خبرات، راحوا شاركوا، رجعوا في 2006 بالمركز الثالث، وكان انجاز كبير جدا. انت بتكرر الانجاز ده من خلال الجيل الحالي اللي اول مشاركه ليه بيجيب الانجاز ده، فدي حاجه بصراحه تحسب لهم وحاجه جيده جدا. طيب خلينا كمان نروح ليه خبر اخر بخصوص حساب يلا كوره، والكلام على علي معلول. ما هي المباريات التي سيغيب خلالها معلول عن النادي الاهلي؟ وهم هنا بيتكلموا على ان عندك 4 مباريات، مباراه المريخ السوداني وسيمبا التنزاني. لا ده هم اللي بيقولوا مجموعه النادي الاهلي، انا قلت هيغيب على البطوله كلها ليه؟ يعني بيتكلموا ان هو لحد مثلا يوم 23 من الشهر الجاري علي معلول هيغيب، ويرجع يوم 28 ده هتبقى مباراه طلائع الجيش. فان شاء الله باذن الله معلول الموضوع انا طمنت حضراتكم عليه، الموضوع بالنسبه له بسيط، ما كانش فيه امكانيه هناك ان يتعمل له اشعه رنين لان انت في فقاعه طبيه، فكان عشان تروح تعمل اشعه رنين كان حوار صعب جدا او شبه مستحيل. فاول ما الراجل وصل المطار هنا راح احدى المستشفيات مع طبيب الفريق، اتعمل له اشعه رنين، واشعه الرنين دي اللي بينت الغشاء المبطن للعضله الخلفيه انه في اصابه خفيفه، ما كانتش حبان بسمار، كان لازم اشعه رنين. فده اللي بان امبارح، وبالتالي موضوع بسيط ان شاء الله بالنسبه لعلي، قدامه بالكثير بس اسبوعين ويبقى موجود مع الفرقه. تعالوا نروح لخبر اخر من الوطن. هيروح الخبر ولا مش هيروح؟ راح؟ ماشي. تعالوا نروح للوطن الرياضي اللي بيتكلموا على ان ايه؟ الاهلي يقرر تعديل عقد اكرم توفيق. انا مش هقدر اجزم او اكد الخبر ده لان دايما الامور دي بتمشي بالاطار الرسمي، لكن اقدر استشف ان ده ممكن يحصل ليه، لان الاهلي كان المره الفتره اللي فاتت كلها قدر ان هو يجدد عدد كبير من اللاعبين. يعني عندك ديانج، حمدي فتحي، 2 جامدين قوي، عندك مين تاني قبليه، عندك علي لطفي اتجدد له عقده، عندك سعد والشناوي اتجدد لهم عقدهم. فانت دايما بتشوف اللاعبين اللي تستحق، الاداره لو شايفه ان اكرم يستحق اكيد هتجدد له عقد، مش هيتاخروا الناس، لان هم شايفين في الحقيقه اكرم ما شاء الله عليه ماشي بشكل جيد جدا. ربما ما كنتش نسيت حد من الناس اللي جددت عقودهم يعني مع الفرقه، لكن اداره التعاقدات بالنادي الاهلي ماشيه بشكل كويس جدا، بالتنسيق مع لجنه التخطيط للكوره، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني. فدي كل الامور دي هيتم الاعلان عنها بالشكل الرسمي لو في خطوات رسميه حقيقيه، هنشوف. خلينا نروح لخبر اخر بيتعلق بالحساب الرسمي للاهرام، واللي بيقولوا ان موسيماني يحصل على تسجيل لمباراتي المريخ السوداني امام انيمبا. احنا عارفين المريخ السوداني معانا في المجموعه وهنلعبه خلال ايام، وكان دور 32 عندهم مواجهه صعبه جدا، مباراتين صعبين جدا امام انيمبا وقدروا ان هم يعدوهم. فبالتالي مستر بيتسو موسيماني بيدرس هذا الفريق من خلال بعض لقطات الفيديو بالتحديد في المباراتين دول عشان يقدر يتعامل معاهم، وهو بصراحه من الناس اللي بتذاكر كويس قوي اي فريق قبل ما يلعبوا يعني، وده امر دايما بيرجح كفه النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.
طيب خلينا ناخد تفاعل جماهير النادي الاهلي معانا من خلال سؤال اتحادات النهارده، وايه رسائلهم للاعيبه النادي الاهلي تحديدا بعد الفوز بالميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه. نبتدي بمازن. مازن قال ايه؟ قال هو مش سؤال، هو طلب، اتمنى نفضل بنفس الروح والعزيمه والتحدي. حلو، انتم جيل دخل قلوبنا وده اللي احنا اتكلمنا عليه في بدايه الحلقه، وبيكتب تاريخ، كملوا يا ابطال وانسوا اللي فات ونركز في اللي جاي. جمهور الاهلي لا يشبع ولا يمل من البطولات، دي حقيقه بصراحه. برافو يا مازن. مصطفى كرم قال لك شكرا لعيبه النادي الاهلي، كنتم رجال. خلينا كمان ناخد احمد الشافعي، قال كنتم على قدر المسؤوليه ورجالا، شكرا لكم يا ابطال وفي انتظار العشره باذن الله تعالى. وده كان جميل قوي من جمهور النادي الاهلي حتى هناك في المونديال وماتش البايرن شغال بتاع تيجرس اللي كان في النهائي، هما بيهتفوا للاهلي وبيهتفوا بالعشره يا اهلي وبيهتفوا بالسوبر يا اهلي. هي دي ثقافه جمهور النادي الاهلي في الحقيقه. ايمن رجب خطاب قال ايه؟ قال رجاله قدمتوا بطوله قويه واحنا عايزين العشره ان شاء الله، ومنها التاهل الى كاس العالم ان شاء الله، ونقدم بطوله احسن من الثالث كمان ان شاء الله باذن الله. وهي دي احلام من النادي الاهلي وجماهيره، وباذن الله اكيد جمهور النادي الاهلي هيفضل ورا فرقته ايا كان ايه النتائج خلال الفتره اللي جايه. هي باذن الله تكون نتائج جيده ونتائج ايجابيه زي ما احنا متعودين منهم، لكن لحد كمان ما يتحقق الحلم والهدف الاسمى وهو الوصول للمباراه النهائيه لكاس العالم للانديه. بس لسه في خطوه قبل ده لازم نشتغل عليها ونحققها، وده اللي هيحصل باذن الله خلال الفتره اللي جايه. يا رب نكون موفقين او يكون الاهلي موفق في تحقيق هذه الاهداف. دي كانت حلقتنا النهارده، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء. في حاجات